مشاهدينا رجعنا لكم من بعد هذه التغطية ومع ضيفتنا لليوم الأستاذة هديل الحساوي، وهي روائية ومؤسسة مختبر السرديات الكويتي ومتخصصة في مجال الموارد البشرية والتدريب وناقدة أيضا. حياك الله هديل ويانا اليوم. الله يسلمك أستاذة إيمان. هديل، بالبداية كل كاتب يكتب لسبب، سواء كان هذا السبب لشيء شخصي أو شيء أعمق وأكبر من كذي. أبي أعرف هديل الحساوي لماذا تكتب؟ والله شوفي، هي الكتابة أنا دائما أقولهم الإنسان لما بيكتب يتكلم عن أشياء أحيانا هو ينطلق من ذاتيته، يعني هو لما يبدي يكتب أكيد في قضية تهمة، في مشكلة تهمة، في شيء حدث معين هو يبي يكتب لنا، بس هي مو بس الذاتية، يعني غالبا معارف الإنسان، الأشياء اللي يقرأها كلها تيجي تنصهر كلها في مكان واحد، يقوم يعني النصوص اللي ينتجها، خلينا نقول سواء رواية سواء نصوص، حتى لو كانت حتى ترى لو يعني مقالة بسيطة تنشر، هو قاعد يحاول يعبر عن آرائه، يعبر عن وجهة نظر، يعبر عن فكرته أو نظرته يعني في هذيك اللحظة لهذا الشيء اللي حدث. فغالبا يعني أقول لهم أنا أي كتابة هي تنطلق من بسبب شخصي، لكن الأكيد أنها لازم ما تطول كتابة شخصية، لازم تبدي تعمم، تأخذ إطار أكبر، تبدي خلي يقول الواحد يبدي يتكلم عن قضايا أكبر من مجرد إن ذاتيته أو شخصيته هو. هديل، باعتقادك ان الادب هل هو يعطينا خلينا نقول صوره اعمق عن الحياه والنفس البشريه، ولا غالبا ما يكتب في الكتب هو شيء جدا مثالي وليس واقعي وبس يكتب في الكتب فقط؟ والله طبعا يعني الادب في النهايه ترى صوره للانسان، يعني افلاطون لما قاعد يتكلم عن المحاكاه او ان الشعر او الادب او الكتابه في النهايه هي محاكاه، مثل ما احنا لما نتكلم عن ان انا في بخي فكره، الفكرة هذه في النهاية نبعت من منه؟ مو نبعت من إنسان؟ مو هي كتبها؟ فهو أكيد ما قاعد يكتب صورة مثالية، هو قاعد يكتب فكرته هو عن الحياة هذه. ففي النهاية يعني أنت لما تيجي تقرأ الأدب سواء كان رواية سواء شعر سواء مقالة، أنت قاعد تقرأ صورة لآراء وتوجهات هذيل الناس. في النهاية أنت أكيد قاعد تفهم النفس البشرية بشكل أفضل، قاعد تبدي تتعمق في نظرة الآخرين للعالم، وهذا طبعا في النهاية راح يعطيك يعني نظرة شخصية لك أنت، لأن وجهة نظرك مع وجهة نظر الشخص الآخر أو كيف يرى العالم هي هذه بحد ذاتها يسمونها حوار، أنت قاعد تتحاور مع الأدب. ففي النهاية هو أكيد يعني ما في شيء إنه اسمه، ومهما كان نوع الأدب، يعني أنا ما قاعد أتكلم على نص والله لكتاب عظام أو إنه نصوص لتنتج لشباب، في كل الأحوال في كل أنواع النتاجات هذه نتاجات صدرت من إنسان، الإنسان هذا أكيد لما يطرح وجهة نظر هو قاعد يعطي صورة للحياة هذه، فأكيد راح تعمق معرفتنا في الحياة. طبعا هدير، غالبا ما تربطين عملية التفكير بالحصيلة اللغوية، ودائما ما تقولين ان كل ما زادت الحصيلة اللغوية راح خلينا نقول نتطور وتكون جودة تفكيرنا اعلى، كلميني عن هذا المفهوم اكثر. طيب، وهو يعني يمكن انا كتبت مقالة قبل فترة عن هذا الموضوع، هي يعني خلينا نجيبها بطريقة جدا مبسطة عشان نحاول نشرح المفهوم. الحين لما انا اي وتقول مثلا والله انا اليوم قاعد احاور مع ايمان، خلينا نقول قاعد تحاول باللغه العربيه الكويتيه باللهجه، كل ما صارت ان كم الكلمات اللي اثنيننا عندنا اياها اكبر، صار ان انا قادره اعبر عن وجهه نظري بصوره افضل، لان في النهايه هي في فكره في بالي، في فكره في مخي. طيب، الفكره هذه اللي في مخي ايمان ما راح تقدر تشوفها صح الا اذا حطيتها في قالب، والقالب هذا غالبا يكون اللغه. إنزين، إحنا لما نتكلم لغة ترى على فكرة ما قاعد نتكلم بس عن اللغة المحكية، إحنا قاعد نتكلم عن اللغة المكتوبة، عن اللغة المرئية، يعني أنا مثلاً الحين بالسوشيال ميديا الصورة لغة صح؟ إنزين، إحنا قاعد نتكلم عن اللغة المكتوبة، قاعد نتكلم عن اللغة المسموعة الغير لفظية. بالضبط، فإحنا قاعد نتكلم عن أداة تواصل، يعني إحنا لما نتكلم عن لغة قاعد نتكلم عن أداة تواصل. الأفكار اللي في مخ كل إنسان شلون يقدر يعبر عنها بصورة أفضل؟ ممكن احيانا ليش هيك احد يقول لك انا خانني التعبير؟ هو شنو يعني خانني التعبير؟ ترى احنا نقولها بالعاميه ببساطه، ها، بس هي معناتها ان لغته ما اسعفته، ان هو يجي وياخذ الفكره اللي في مخه ويحطها في اداه توصلها للطرف الاخر. فبالتالي القراءات، الحياه نفسها، التجارب، كل ما انا عمقت اللغه، يعني كل ما زادت حصيلتي اللغويه من مفردات، من صور، من وايد أمور، يعني مجرد أن حتى زيارتي إلى مثلاً خلينا نقول معرض لوحات، وإني أشوف كل هال مثلاً خلينا نقول أساليب الفن المختلفة، هذا أيضاً جزء منه راح ينعكس علي لما أحط صورة في الإنستغرام، لأن أنا راح أعرف الزاوية التصوير شلون أوصل الفكرة من عن طريق الأداة هذه اللي هي يسمونها أداة اللغة. ف
عشان شيء لما يجي فينشتاين شي يقول، يقول ان اللغه اساسها عمليه التفكير. يعني شنو؟ يعني انا عشان اي اعبر عن نفسي لازم في النهاية يكون عندي مفردات، والمفردات بحد ذاتها تتطور عبر عملية التفكير. صح. فهي صايرة عارفة البيضة والدياية، أنت كل ما تكتسبي لغة أكثر قدرت تعبرين أكثر، وكل ما عبرتي أكثر لغتك تطورت وكبرت أكثر. طبعاً أستاذ هديل، غالباً إحنا نسأل الكتاب شنو الصعوبات اللي تواجهكم اليوم. أنت كونك ناشرة، شنو الصعوبات اللي قاعد تواجهينها في عملك؟ شوفي، احنا صعوباتنا تنبع من صعوبات الكتاب. يعني واحده من الاشياء اللي يواجهها اي كاتب اليوم، هو اي كاتب لما ينشر كتابه، لما يكتب، انت لما كتبتي كتاب شنو كنت تبين؟ تبين القارئ يقراه، صح؟ انزين، طيب مع كم الكتب اللي قاعد تدرس سنويا؟ يعني معرض الكتاب سنويا يتخلى فوق 20,000 كتاب جديد. انت قاعد تكلمين حتى على دور النشر، سنويا في 10 دور نشر جديده تفتح. انزين، مع الكم الزخم الهائل هذا من الكتب اللي قاعد تنتج، ترى سواء محليا او حتى يعني في الدول العربيه وحتى عالميا، لان احنا قاعد نتكلم حتى الترجمه للغه العربيه اصبحت قاعد زاحم الكاتب العربي، صح؟ طيب كناشر انا وسيط للكاتب، يعني انا دوري دور ان انا احاول ان كل كاتب يجي عندي في دار النشر ان في النهايه انا اوصل كتابه للقارئ. فصعوباتنا احنا كناشرين هي صعوبات الكاتب بحد ذاته، بس الفرق شنو؟ الفرق ان احنا نعتبر مؤسسه، يعني احنا عندنا عمليات الطباعه، عندنا عمليات اللي هو انتاج الكتاب بدايه من ان احنا نستلمه كمسوده الى ان يصدر، يصير له رقم ردمك ويكون له غلاف ويقدم للقارئ بشكل جميل. هل العمليه توقف هنا؟ لا، غالبا اغلب دور النشر العمليه عندهم توقف عند النشر. انت في جانب وايد مهم اللي هو فعلا الكاتب محتاجه، واللي هي فعلا تعاني منه يعني اغلب دور النشر، اللي هي عمليه التسويق. يعني وايد من الادباء شين يقول، يعني الكتاب اللي احنا ننشر لهم يحس انه هو اكبر من موضوع ان انا اسوق. المشكله ان انت عشان تقنعينه بفكره ان انت لازم تحضر لقاءات، لازم تبدي توقف بالمعرض تتكلم عن كتابك، لازم على الاقل تكون فعال في السوشيال ميديا. يعني احنا اليوم واحده من اهم ادوات التسويق هي السوشيال ميديا. يعني احنا ما نقدر نقول مثل قبل ان كانوا والله القراء يروحون المكتبات ويتصفحون كتب جديده، لا، حاليا الانستغرام والتويتر وكل هالامور ترى تاثر على القارئ، والجودريدز يعني هذا واحد من اهم الادوات مثلا اللي القراء اصلا يعبرون عن ارائهم. فلازم شويه الكاتب يساعدكم. فلازم شويه الكاتب يساعد. فواحده من الصعوبات اللي احنا نعانيها ان يجيك نوع من القراء الكتاب ما يبي يسوق لكتابه بأي شكل من الأشكال، لأنه يعتقد أن الأدب نوعا ما هو الترفع، وهذا غير صحيح. أنت في النهاية لما يعني إذا أنت أنتجت الكتاب وهدفك لا ربح مثلا ولا أنك تنتشر ولا شيء، يبقى خله بالدرج أو حطه ببلاش على البلاتفورم مالك بأي نظر، يعني حطه بي دي أف ببلاش ووزعه على الواتساب جروب وخلصنا. ليش أنتجت كتاب؟ أنت أنتجت كتاب شنو هدفك؟ مو هدفك أنك توصل للقارئ؟ طيب مع كمل خلينا نقول انت كانك داخل في مكان هو عباره عن سباق، الكل قاعد يتزاحم على قارئ واحد. طيب انت شلون راح تبرز اذا انت ما صوتك كان مختلف رقم واحد؟ يعني انا ما نروج احنا حق اي كتاب، احنا نروج للكتاب اللي فعلا نعتقد انه هو مهم، ذا قيمه ادبيه عاليه، ونعتقد انه هو يضيف لرصيد القارئ. طيب انا لما دار نشر اتبناك وانا اؤمن فيك واعتقد ان انت تستحق ان صوتك يكون عالي ومسموع، مو انت لازم تساعدني بالطرف الاخر على الاقل عبر التواجد. فهي هذه شويه خلينا نقول ديناميكيه دار النشر اللي احنا نواجهها، انه مو اصدار الكتاب وهو ما بعد اصدار الكتاب، ان انت تبدي، يعني انا دائما اقول لهم رحله الكاتب معنا ما تبدي بالاصدار، تبدي ما بعد الاصدار، لما نبدي ننزل الكتاب ونطرحه ونسوي له حفل تدشين وكل هالامور. انت لازم تكون متفاعل معي، يعني مثل ما في مسؤوليه على دار النشر في مسؤوليه على الكاتب ايضا، ومثل ما في تكاليف على دار النشر ايضا في تكاليف على الكاتب. هو هي هذه النقطه اللي مجرد ما يبرز الكتاب بعدها بروحها راح يصير في عائد مردود على اللي انصرف، بس يعني احنا ساعدنا ان احنا نوصل الى النقطه هذه. زين، استكمالا حق الكتاب، زين ما شاء الله كونك ناشره وناقده وكاتبه، من باب خبرتك شنو تنصحين الكتاب انه ما شنو الاشياء اللي محتاجين لها عشان يتطورون؟ وخلينا نقول ساعات خلينا نقول يتقدم لكم كتاب ويرفض، فممكن هذا الرفض يكون بشكل ما يسبب خلينا نقول يعني عائق او احباط للكتاب. تمام.
شوفي احنا واحدة من الأشياء اللي نقدمها حتى كخدمات يعني بدار النشر اللي هي موضوع الكوتشنج. يعني الحين فكرة الكوتش أو الـ خلينا نقول ما بيقول محرر، لأنه هو فعليا احنا ما نتدخل في الكتاب ونحرره، احنا ندققه، احنا نعدل خلينا نقول نقترح بعض الصياغات اللغوية اللي نعتقد أنها هي أفضل أو أنها هي تقدم الفكرة بصورة أفضل أو أجمل. لكن أيضا في موضوع الكوتشنج، الكوتشنج هو عبارة عن شنو حق الكتاب؟ عبارة عن أن أنت يكون في كاتب قارئ، يعني كاتب مبتدئ تو بادي عنده فكرة، يكون الفكرة هذه وايد حلوة بس هو مو عارف شلون يحطها أول شيء بالقالب المناسب لها، يعني هو مو عارف يصيغها بشكل مقالات ولا يحطها رواية ولا يكتبها قصص قصيرة. فهو في البداية يقدم لنا مسودة تحسينها ملخبطة على بعضها مع أن أفكارها وايد حلوة. فإحنا هني نبدي مع قصة الكوتشينج، إنه أوكي أنت الحين تبي تكتب، تعال خلينا نشتغل على هيكل الكتاب. أو مثلاً في إيوني قراء وايد إنه هو قارئ أصلاً، هو عنده حصيلة معرفية كبيرة بس مو عارف يبدي. يعني إحنا وايد من الناس اللي في دار النشر كانوا قراء وفعلاً أصدروا كتابهم الأول معانا عبر عملية الكوتشينج هذه، إن إحنا نقعد معه بالضبط، نحطه على الطريق الصح، نساعده شلون يقرأ، شلون يكتب الكتاب، شلون يحط الهيكل. ساعات يصير في شيء يسمونه رايتر بلوك، رايتر بلوك اللي هو يصير إنه حبسة الكاتب. بالضبط، إنزين شلون يتجاوز حبسة الكاتب هذه؟ فنبدي ناخذ بيده ونشتغل معه. عاد يعني 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 إحنا كثر ما نقدر قاعدين نحاول ناخذ بيد الكتاب. يبقى عاد في يعني كتابات غير ناضجة، أو إن مثلاً لما نقعد إحنا، لأن إحنا دائماً نهتم بالمقابلة الشخصية، لما أقعد مع الكاتب أحس إنه هو بعده يعني حيلته والناس عليه. هذا اللي نقترح عليه مجموعة أو قائمة كتب، إنه هو ما يخاف، أنت هذه الكتب ارجع لها، هي تشبه فكرتك، ابدي اقرأها، قوي حصيلتك المعرفية، وبعدين نقعدة ثانية اللي أنت ممكن ذيك الساعة هو يسوي مثل ما تقولين إعادة تقييم للذات حق ذاته. فما نحاول نرفض كثر ما نقدر، نحاول إنه نساعد ونوجه. هذه ما شاء الله بعد أيضا أنت تكتبين في مجال النقد الأدبي، أبي أعرف باعتقادك شنو يفرق النقد الأدبي المتخصص عن الأشياء اللي تصير في مراجعات الكتب، خلينا نقول مراجعات القراء أو هالأشياء، شنو الفرق ما بينهم؟ لا هو في فرق، يعني خلينا نقول القارئ هو الأول اللي القارئ المحترف، زين اللي هو اصلا يعني له باع طويل في القراءه، لما يقدم وجهه نظر عن طريق مثلا برامج مثل جودريدز، يعني الحين هذا واحد من البرامج اللي جدا مشهوره، غير انه على الانستغرام والسوشيال ميديا وهالامور، انه لما يقيم الكتاب هو قاعد يقيمها من وجهه نظر شخصيه ذاتيه، يعني هو يتكلم عن شنو عجبني شنو ما عجبني في الكتاب، انا اعتقد ان الشخصيات كذي. الناقد لا، الناقد عنده ادوات النقديه، يعني هو قاعد يتزن بمدارس نقديه معينه، هو قاعد يرجع الى حصيله معرفيه كونها عبر الدراسه والبحث وكل هالامور. وظيفته مختلفه واعمق من كذي، وظيفته انه فعليا يعني وايد من النقاد استنبطوا نظريات نقديه جديده من الكتب، يعني من الادب، يعني ان الادب كان هو اصلا اساس في انه يطلع في نظريه، مو العكس، يعني مو انه هو قاعد يطبق النظريه على الكتاب، ايضا الادب كان يخليه انه يطلع بنظريه معينه. فهي مثل ما تقولين هي عمليه معرفيه حواريه يصير بين الناقد، هي عمليه ابداعيه ترى على فكره، انك انت تيجي تكتشف هذا النص شنو جمالياته، تيجي تقدمه شنو الاشياء اللي قاعد يتلفظ فيها، شنو الخطاب اللي قاعد يوجهها. لما اقول خطاب اقصد الرساله، شنو الرساله اللي قاعد يوجهها النص. احيانا هو ما يكتشف السطح، هو يبدي ينزل الى عمق الكتاب هذا، فهذا اختلاف الناقد عن القارئ العادي. هديل ايضا كتبتي او دشيتي في مجال الروايه، وخلينا نقول شويه هني، خلينا نقول الشيء الصعب بالنسبه لك يقولون غلطه الشاطر بألف، فلما احد بي خلينا نقول يبي ينقد او يشوف الكتب الروايه اللي تكتبها هديل راح يصير خلينا نقول لا لازم هي تكون خلينا نقول ما عندها اخطاء عندها هي. بالجانب الاخر ايضا خلينا نقول هل انت وانت تكتبين عندك هذا الناقد الذاتي اللي قاعد ينقد ايضا الشيء اللي انت قاعد تكتبينه؟ شوفي عندي روايتين، روايتي الأولى المرأة، يمكن هذا أصلا سبب التباعد بالنشر عندي، عندي المرأة مسيرة الشمس أصدرت 2005، زين، وعندي تجريد أصدرت في 2015، يعني بينهم 10 سنين، زين، وعندي كتاب عندي رواية تقريبا صار لي سنتين قاعد أشتغل فيها، وفي عندي قصة أطفال إن شاء الله قريبا راح تصدر. هي تصير مو عملية نقد ذاتي، حتى عملية البحث عن جديد. يعني إحنا لما نيجي نكتب ليش نكتب؟ يعني أنا لما أقرأ هذا الكم الهائل من الروايات اللي قاعد يصدر كل سنة، ليش قاعد يكتبون؟ هم شنو اللي قاعدين يحاولون؟ طيب أنت تبي تقدم شيء مختلف، تبي تقدم شيء جديد،
شنو الجديد اللي راح تقدمه، فهو يا اما على مستوى المضمون يا اما على مستوى الشكل. فعشان كذي مثلا بالمرآة كنا قاعد نتكلم على مستوى المضمون، ان انا قاعد اقدم رحله اللي كنت معتمدة على رحلة البطل، أنا قاعد أقدم فتاة في رحلة معينة، رحلة اكتشاف للذات إلى أن تصل إلى نقطة معينة. في تجريد كنت قاعد أشتغل على شكل الرواية، قاعد أحدث شكل الرواية، قاعد أقدم الرواية بشكل جديد مختلف عن الطريقة العادية من حبكة ومكان وزمان، كنت قاعد ألعب بالهذا. فتخصصي النقدي خلينا نقول يساعد إن أنت شلون تقدم الأشياء جديدة. يعني واحدة من مثلا أهم النقاد في العالم اللي هو أمبرتو إيكو كتب في الرواية، كتب اسم الوردة، كتب وايد من الروايات اللي فعلا شكلت علامة فارقة في الأدب. فهني الناقد يصير لما يقدم شيء، ومو كل النقاد يعني مو كل النقاد يقدرون يقدمون أدب، بس اللي لما أنت تقدر على قولتهم تمسك الشيئين مع بعض هم يبدي يخليك تحس بمسؤولية أكبر من اللي يمكن الكاتب العادي. هذيل أيضا ما شاء الله أنت متخصصة في خلينا نقول في مجال الموارد البشرية والتدريب، فكلميني شلون ساعدك وساهم هذا الشيء في خلينا نقول تطوير عملك أو الأشياء اللي أنت قاعدة تشتغلين عليها، خصوصا ما شاء الله أنت قاعدة تشتغلين في كذا مجال. تمام. شوفي أنا يعني زي ما نقولهم إحنا بدأنا نشر، يعني أنا وزوجي عندنا دار نشر، بعدين فتحنا مكتبة، والحين عندنا مطبعة. فهي الأغلب الأشياء يعني لهم علاقة ببعض، يعني في مجالنا احنا لنا مجال وايد نحبه. بس الفرق شنو؟ الفرق ان يعني انا عندي ماجستير اداره اعمال، فقادره اني اقيس الامور من ناحيه علميه تجاريه بحته. يعني لما تيجي تتكلم عن التسويق، لما تتكلم عن المحاسبه وكل هالامور، يمكن انا ماسكه هالجوانب. لكن اضافه للجانب الابداعي اللي فينا يخلينا ما نسوي الامور بطريقه تقليديه. يعني في دار النشر احنا كتاب، يعني انا وياه هو ناقد اصلا وانا اكتب، ف احنا نحس بالكتاب. يعني انا ادري عايشين معاناتهم. نفس الشيء لما احنا كناشرين عشنا معاناه المطابع، فلما اي فتحنا مطبعه احنا كاننا قاعدين نحاول نحل مشكلتنا وايضا مشكله الناشرين الاخرين، ان هو ما يبي كميات كبيره، يبي يتاكد ان الكتاب المطبوع قاعد يوصل بشكل صحيح، ان والله شكل الكتاب، المواد اللي قاعد يقدم فيها الكتاب، ان فيها شويه نوع من الابداع، التغيير، كسر للروتين مو الشكل التقليدي. فيصير ان احنا شنو، احنا قاعد نعتمد على خبرتنا الذاتيه اضافه لان معرفتنا في ان احنا قاعد ندير المشاكل. هذه ما شاء الله أيضاً أسستي مختبر السرديات الكويتي، كلميني عن فكرة هذا. والله شوفي يعني أنا أعتبر هذا المختبر من أهم الأشياء يمكن اللي أسسناها أنا وناقد فهد الهندال زوجي. يعني كانت أساساً الفكرة هي المختبر انطلق في 2015. كان عندنا هاجس أن مع الكم الهائل من الإنتاج السردي اللي قاعد يصدر في الكويت من كتاب قاعد يصدرون روايات وقصص وكل هالأمور ومسرح، وحتى الحين يعني دخلنا في سرد الصورة اللي هو أن شلون الصور أيضا تعتبر جزء من السرد. ما كان في مواكبة حركة نقدية في الكويت تساهم في أن فعلا أن في أحد يعني ياخذ إنتاج الكتاب هذيلة. أول شيء يسلط عليهم الضوء، يعني كان في خلينا نقدر أقول جواهر كانت مخفية إنزين، فكنا نحس أن هذه أشياء لازم يسلط عليها الضوء. إضافة لأن كان في مواضيع تستحق النقاش. يعني إحنا الحين إن شاء الله قاعدين نجهز حق الموسم الصيفي، ففي عندنا مجموعة محاضرات، وأنا صراحة أتمنى يعني إن على قولتهم الناس يحضرون المحاضرات هذه. إحنا قاعدين نحاول نقدم النقد بصورة مبسطة. يعني واحد من أهم الإنتاجات أيضا المختبر كان ورشة النقد. كنا ناخذ قراء عاديين، شو مساعد قاعد نتكلم عن القارئ العادي والناقد، كنا ناخذ قراء يعني عندهم احترافية في القراءة، وكنا خلال تقريبا شهرين في ورشة مكثفة كنا نشتغل معاهم بحيث ان احنا نسلحهم بأدوات نقدية، ان يقدرون يكتبون اخر شيء المقال النقدي. ان مثلا لما يتناول كتاب يبدي يبتعد عن موضوع يعجبني وما يعجبني، يبدي يتجه الى ان لا يفتح جماليات النص، يتكلم عن عمق الشخصيات، يتكلم عن شكل الشخصيات، الحبكة، الزمان، المكان، يكتب النقد باحترافية، يكتب النقد اقدر اقول اللي هي المقالة النقدية وعرض الكتاب بشكل احترافي بدل ما يكون بس من وجهة نظر ذاتية. فبالمختبر بصراحة احنا حاولنا يعني عبر الورش اللي كنا نقدمها، سواء ورش الكتابة او الورش النقدية، عبر المحاضرات اللي كنا نسويها، استضفنا يعني أهم النقاد في الوطن العربي، استضفنا سعيد يقطين، دكتور سعيد بن كراد، استضفنا دكتورة زهور كرام، استضفنا وايد من النقاد اللي حسينا أن إحنا يعني
نبي نقدم صوتهم بالكويت انهم يقرؤون الادب الكويتي، واغلبهم لما يقرأوا كانوا يعني يقرؤون الادب الكويتي ويقدمون نقد لكتاب كويتيين، فاحنا هذا كان واحد من اهم الاشياء اللي يعني اهداف المختبر واللي على اساسه اسسنا مختبر السرديات الكويتي. هديل، في مقوله مشهوره اخر فتره وايد نسمعها تقول ان احنا ما نقوم بتربيه ابنائنا كثر ما هم يربونا، فبما انك ام قولي لي شلون اثرت الامومه عليك بشكل خاص، وكانت خلينا نقول مصدر الهام على ايضا خلينا نقول على العمل اللي انت قاعد تقومين فيه. تمام. يمكن هذا انا كتبته في اخر مقال لي نزل في الانستغرام، ان فعليا احنا ما نربي ابناء، احنا نقوم بتربيه انفسنا اثناء ما احنا نربيهم، لان انت قاعد تتعاملين مع كائن اخر قاعد يتطور ويتشكل عبر ذاتك. يعني شنو؟ يعني انا ما اقدر اكون هديل اللي كنتها قبل ما يكون عندي ولدي. اذا كانت يعني اذا كان في اشياء معينه مثلا اسامح نفسي عليها قبل، خلينا نقول مثلا تقصير معين او عدم التزام معين او شيء معين، لما يصير عندك طفل تحس ان انت لازم تكون، يعني انت ما تبي تربيه عبر التوجيه، انت تربيه عبر انك تكون مثل الاعلى. فعشان تكون مثل الاعلى انت لازم اول شيء تربي نفسك. اذا كان في عندك اشياء انت تبي تغيرها في ذاتك لازم تبدا تغيرها، يعني يكون تحسين انه خلاص انه حان وقت التغيير، انه حان وقت ان انا اذا ما كنت ملتزمه في امور معينه الحين ابدي التزم فيها. اذا كنت مثلا ابي انجح لازم انجح اكثر، اذا كنت ابي والله ما... لان في النهايه انت مثل الاعلى، النسخة الافضل من نفسك، لان في النهايه انت مثل الاعلى. صحيح. هذا غير ان انت بنفس الوقت انت قاعد تشكل كائن اخر على ايدك، فهذه مسؤوليه عظيمه مو مسؤوليه بسيطه. يعني انا اثناء فتره الحمل يعني كنت في حاله قلق اكثر مما يعني احس الحين، ان انت الله سبحانه وتعالى قاعد يعطيك يعني مسؤوليه انسان، وهذا الانسان راح يكون مرتبط فيك الى يوم القيامه، هو راح يسمى باسمك. يعني وانا اعتقد ان الولد يسمى باسم المراه اكثر من الرجل من ناحيه التربيه، مو من ناحيه من كثر ما ان هي اللي قاعد تنشئه. يعني انا اعتقد ان الام لها مسؤوليه طبعا والاب ايضا، بس ان هذا انت قاعد تتعاملين مع هذا الكائن الصغير بشكل يعني ما بيقول يومي ولا بالدقائق وبالثواني، فانت شلون في كل لحظه تقدر انك تنمي مهارات الطفل هذه، تكسبها معرفه، انت تفكر ان شلون هذا الانسان راح يواجه العالم عبر ادواتك انت، لان انت اللي قاعد تعطيه الاشياء اللي هو المفروض يكبر فيها. فهي بصراحه يعني لا يعني تحسين ان تختلفين 180 درجه عما كنتي قبل ما يجيك طفل للعالم هذا. هديل، كلميني شنو نشاطاتك الثقافيه القادمه ان شاء الله؟ احنا الحين مثل ما قلت لك قاعدين نجهز حق الموسم الصيفي حق مختبر السرديات، في عندنا ورشه قريب يعني وان شاء الله بالتعاون مع مؤسسه جدا مهمه بالكويت راح نبدي يعني قاعدين نشتغل عليها وراح نبدي نقدمها للجمهور بحيث انه يقدر للكتاب او القراء انه يسجلون فيها اكثر عدد يعني مجموعه من الورش، اضافه ان احنا عندنا يعني قاعدين نرتب مجموعه من المحاضرات راح تكون تقريبا بواقع محاضره الى محاضرتين كل شهر ابتداء من شهر 6 ان شاء الله، راح نعلن عنها عن طريق مختبر السرديات الكويتي على الانستغرام، ما ادري اذا يصير اقول الانستغرام او لا. تمام. إضافة له هم قاعدين نجهز حق معرض الكتاب، يعني إحنا من الحين نبدي نستقبل الأعمال، نبدي نقرأها، نبدي إذا محتاجة تحرير تدقيق وكل هالأمور عشان نجهز إن شاء الله حق معرض الكويت بشهر 11. يعطيك العافية على كل هالمجهودات في كل المجالات. وأتمنى لك كل التوفيق، وكنا سعداء جدا بهاللقاء. وأنا أسعد. الله يسلمك إيمان. مشاهدينا، من بعد هذا اللقاء الجميل خلونا ناخذكم في جولة داخل مكتبات القراء والكتاب في فقرتنا اللي نزور فيها المكتبات الخاصة بالقراء النوعيين والكتاب المميزين في الكويت. تابعوا معنا تقريرنا القادم.